أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هذا: أنا اليوم لم أصلي صلاة العصر وكل ما أذكرها أنساها، ولم أصلها اليوم، والآن نفسي ضيقة وإني متضايق من كل شيء، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيه السؤال؟ يقول: أنا اليوم لم أصلي صلاة العصر وكل ما أذكرها أنساها، ولم أصلها اليوم إلى الآن، والآن نفسي ضيقة وإني متضايق من كل شيء، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أن هذا وسواس، أنه هذا وسواس، صلى العصر إن شاء الله، ما يمكن يسلك العصر، صلى الله مع المسلمين، لكن عنده وسواس يثير أنه صلاها، يستعيذ بالله من الشيطان، يترك الوسواس لئلا يزيد عليه أنه يستعيذ بالله من الشيطان، ويرفض الوسواس ولا يلتفت إليه، ويكثر من ذكر الله عز وجل ويذهب عنه إن شاء الله.